يكون معانا واحد من نجوم طبعا النادي الاهلي، طبعا كابتن علاء وقناه النادي الاهلي، كابتن نجم علاء نجم الاهلي السابق وطبعا نجم الاستوديو التحليلي في قناه الاهلي، ودايما بتشرف انك بتكون معايا يا كابتن. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير ساره، ومساء الخير يا احمد كالعاده، مساء الخير منورين. ربنا يخليك يا كابتن. 16 سنه يمكن عدت على ذكرى وفاه كابتن ثابت البطل، ولكن سيرته لسه معانا يعني كل الوفاء والاخلاص، كانه لسه معانا يا كابتن. بص يا سارة، أحلى حاجة في يعني في الحياة عامة الواحد بعد ما يتوفاها الله ويسيب الدنيا دي كلها تبقى سيرته حلوة، دي أحلى حاجة في الدنيا الواحد بيتمناها. إنما بعد ما كلنا هنسيب الدنيا، لكن في ناس كده ما بتسيب الدنيا بتبقى ذكرها حلوة قوي، تحس إن هي عايشة معاك. الأسطورة اللي بنحيي ذكرها النهاردة واحد من الناس دي. أنا كنت بسمع الوقت داخل إجواء الرياض مع أحمد، يمكن وائل بيتكلم على فترة عاش مع كابتن ثابت في النادي. لا، أنا عايش مع كابتن ثابت عمر. طب عمر أنتم من الحوامدية زي بعض يا كابتن؟ أه يا سارة، إحنا بلديات. أه وكابتن ثابت طول عمري بشوفه، يعني أنا طبعًا كنت صغير كنت طبعا بشوف كابتن ثابت لما راح النادي الاهلي وبدا اسمه يتعرف وكده، طبعا ده نادي فكر السكر، ده نادي بقى اللي كان بيجمعنا كلنا. بس طبعا متطور وحاجه جميله جدا، ما كانش زمان كده. لكن من الحاجات اللي حلوه قوي حتى يعني ده الملعب، ده ما اتغيرش الملعب على فكره، الملعب ده اللي شاف كل حاجه. كابتن ثابت وانا كمان كنا بنلعب الملعب ده كتير جدا، ياما لعبنا وياما ناس طلعت كويسه قوي من الحومضيه في المكان ده. وطبعا الحومضيه انا بعشق الحنفيه يعني بجد يعني، واهلها وكل حاجه، واحلى الذكريات فيها مع الحنفيه. جامعتكم يعني انتوا عشره عمر كابتن علاء. انا يمكن ما حلفنيش الحظ وشفت كابتن ثابت كتير في الملعب، شفته يمكن اكتر وقربت من شخصيته اكتر كمدير كره للنادي الاهلي. لكن انت بالتاكيد مع رحله والمشوار الطويل مع النادي الاهلي بالتاكيد في مواقف كتيره جدا، في حاجات كتير جدا تظهر يعني تظهر معدن الشخص اللي انت بتتعامل معاه، وبالتاكيد انت تقدر تكلمنا اكتر عن الانسان يمكن ثابت البطل. بص يا احمد، هو من انا كنت بقول لك ثابت انا اعرفه من زمان جدا من الحومضيه. اولا هو العيله كلها، عيله البطل عندها الحومضيه من العائلات اللي ليها اسم، وعيله كلها عيله محترمه جدا، ودايما بتطلع يعني ناس مش 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 رجاله، مش اي رجاله، رجاله عارف كلمه الراجل معنى كلمه الراجل. كابتن ثابت واحد من الناس دي. كابتن ثابت انا بقول لك انا زمان لما كنت بلعب في الشارع كده وكنت بشوفه معدي، مش عايز اقول لك ببقى فرحان قد ايه قبل ما اروح النادي الاهلي ولا خالص يا احمد، كنت فرحان جدا ومبسوط جدا. انا شفت كابتن ثابت معدي مثلا بعربيته، كان عنده عربيه فولكس كده زمان، كنت فرحان جدا. ضربت الايام ورحت النادي، هو يعني هو ما كانش يعرف ان انا موجود في النادي الاهلي غير يعني في الناشئين. فلما عرف، مش عايز اقول لك يعني كان قد ايه هو كان فرحان وقد ايه كان مبسوط قوي، حس ان انا يعني اخوه يعني اخ موجود في النادي. ودارت الايام ووشل بسرعه، ودايما على فكره في حاجه دايما كان يا احمد بيتابعني والله من غير ما اعرف. في التمرينات كنا دايما بنتمرن كلنا على ملعب واحد، فاحنا كنا يعني كان فريق اول ما يتمرن احنا كنا بنتفرج على الفريق اول، طبعا عارف اساطير يعني كلهم، مش عايز اقول ايوه عايز انسى اسامي حاجه تخض يعني، اللي هو انا من فرحتي والله يا احمد لما كلنا في نفس المبنى بتاع الناس ده بكل اوض اللبس هناك. عايز اقول لك انا لما كنت مثلا ببقى ماشي من الطرقه واشوف كابتن خطيب، كابتن ثابت، كابتن مصطفى عبده، كابتن مصطفى يونس، بروح احكي لاصحابي بقول لهم النهارده انا عديت من جنب كابتن مصطفى يونس، النهارده عديت من كابتن خطيب، يعني عارف الفرحه دي. طبعا مفهوم. ايام وعدت بقيت مع الناس دي الحمد لله. هل في مواقف معينه يا كابتن مش بتنساها الكابتن ثابت البطل حصلت مع حضرتك؟ مره يا ساره وانا عندي 14 سنه، كان كابتن مفتي ابراهيم ربنا يمسيه بالخير كان هو المدرب بتاعنا، وانا كنت لسه يعني كان جسمي لسه قصير شويه يعني سيبوكم الوقت يعني فترة. كويس. وما كنتش بلعب بصفه اساسيه، فانا ما كنتش عارف الموضوع ده غير لما كابتن بوكس هو اللي حكى لي. قال لي علاء كابتن ثابت جه واتكلم معايا عشانك انت، وقال له لو في حاجه علاء مقصر فيها قول لي. علاء ده يعني ده اخويا الصغير
وفعلا كلامه يا احمد والله يا ساره كان كلامه بالنسبه لي اخ كبير. كان دايما وانا كان دايما ما طلعت فريق اول كان دايما انا ما كانش لسه عندي عربيه ولا حاجه. لما يبقى رايح الحومديه يقول لي علاء انت بتروح يا كابتن. مشوار بقى من نادي للحومديه يا احمد عارف لما واحد يحسسك انت فين بالظبط وانت ربنا انعم عليك بحاجه اوعى تفرط فيها. عارف كلام يا احمد من القلب الاخ الكبير كلام طالع من القلب يوصل للقلب تحس انه 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 بجد شايل همك وبجد باصص على مستقبلك وبجد خايف عليك. بالظبط بالظبط. وكان دايما لما يشوفني مش موضوع مجامله يعني مش كلمتين كده خالص. ودايما لما دايما كان هينو عليا سبحان الله على طول في دايما كان هينو عليا على طول سبحان الله في مستويات لما احس ان انا تعبان متضايق في حاجه كان يجيب لي اول واحد على طول. عارف انت لما تحس ان انت في انت في فريق اخواتك كلهم حواليك فعلا دي حقيقه بس في اخ تحس ان هو يعني شايل همك اللي هو عايزك على طول. احنا اتعودنا حتى من شكله ومن مظهره انه شخصيه في منتهى الجديه يعني حتى لما الزملاء كنا يعني بيكتبوا حتى المقدمه عن كابتن ثابت البطل كاتبين لفظ شديد الصرامه يعني قلت لهم حتى يا جماعه الراجل الحقيقه يمكن كان عنده مواصفات القائد بس كان انسان جدا وكل اللي اتعامل معاه من قريب كان دايما بيشكر في اخلاق وفي طيب يعني ناس كثيره جدا اتكلمت على طيبه ثابت البطل رغم انه كان راجل شديد وحازم جدا وما يعرفش في الحق يعني اي حد لكنه كان طيب جدا. شخصيته معاكم انتوا يعني انتوا يمكن الجيل اللي لعب معاه واللي قرب منه في النادي الاهلي يقدر اكتر يقدم شخصيه ثابت البطل غير الشخصيه اللي احنا كنا بنشوفها كلاعب كره او مدير كره في النادي الاهلي. بص يا احمد كل اللي انت قلته ده جميل وهي دي فعلا صفات كابتن ثابت. كابتن ثابت جت عليه فتره كنا احنا همنا كله وكل مشاكلنا كابتن ثابت بيحلها لنا. جت فتره يمكن الموضوع ده يعرفه ضيا ومحمود صالح المجموعه بتاعتي دي كنا مسمينه الزعيم مع الاحترام الكامل للاستاذ عادل امام كنا فعلا مسمينه الزعيم. عارف انت لما تحس ان انت في انت في فرقه لما بيحصل حاجه تلاقي حد متصدر لك كده بيجيب لك كل حقوقك. سيبك ده بقى في الحته العمليه عايز اقول لك ان هو دمه مش خفيف من اخف يعني من اخف اللعيبه اللي كانت موجوده معانا وعلى على صرامته وكده وحزمه لكن لما كان بيقعد معانا الاعداد بتاعتنا انا دايما عارف من الحظ الحلو كانت اللعيبه الكبيره بيبقى لهم اعداد مع نفسهم مع لوحدهم طبعا يعني بس كنت انا بقعد معاهم يعني سبحان الله كان دي كانت حاجه حلوه انا كنت بحبها جدا وكنت يعني حاجه ميزه انك تقعد معاهم. لا عايز اقول لك خفه الدم مش طبيعيه وحبيبه قوي كمان كابتن مصطفى عبده الاثنين ما بيبطلوش ضحك وهزار لما كنا بنقعد بقى في السفريات وكده وبعدين في ميزه كابتن ثابت عارف انت انضف من النظافه نضيف بطريقه يا احمد حاجه مش طبيعيه بجد والله يعني مش قصدي لا حاجه زياده كل حاجه لازم تلاقيها نظيفه قوي وكل حاجه مرتبه قوي وكل حاجه عارف اللي هي ما فيش غلطه وبعدين كما يحب يعمل اكل ولا حاجه في السفريات تحس ان انت بتاكل اكل كده اكل حلو قوي اكل بيتي اكل لا لا تحس ان واحد عارف احمد لما تلاقي في راجل بيدي كل حاجه ايوه ولا وشخصيه كل على فكره كل اللي انت بتقوله ده كله بيصب في سياق واحد وهو الانضباط. واضح انه كان شخص منضبط جدا في حياته عشان كده نجح انه يطبق الانضباط ده وده كان واحد من اهم اسباب نجاحه سواء في الملعب مع النادي الاهلي طبعا كواحد من اشهر الحراس اللي حرسوا مرمى النادي الاهلي او منتخب مصر او حتى في المنصب اللي تولاه كمدير للكره بالنادي الاهلي. هو من انجح مدير الكره اللي موجودين في النادي الاهلي يا احمد. سيبك ان هو في حراسه المرمى اسطوره. كابتن ثابت البطل من حراس المرمى عارف اللي هو ما يحبش اولا ما كانش بتاع منظره ولا بتاع شو ولا حاجه خالص يعني عارف انت ايه حتى في الماتش حتى في الكوره نفسها يعني يدي اللعبه على قد حقها بالظبط ولا عارف انت يحب يطير ولا يعمل مناظر ولا حاجه خالص حاجه راقيه جدا وحاجه هاديه جدا ولا يعني عارف يا احمد انت عارف لما تمسك تقول الراجل بمعنى الكلمه في كل حاجه بجد والله حتى لما كان يزعق معاك او يقصى عليك كنت بتاخد الموضوع بصدر رحب قوي عشان عارف ان هو عايزك كويس هو مش بيتكلم عشان هو كابتن فرقه ولا كابتن ثابت البطل ولا عشان هو لا 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 هو عايزك كويس ده عايز اقول لك ده كابتن ثابت يعني عارف كان عارف واحد بيديك رساله كده يعني ايه انك تتربى في النادي الاهلي بس واحنا النهارده بنفتكره وبنحيي ذكرى رحيله عشان نقدم نموذج للاجيال اللي جايه نموذج وقيمه وقدوه
نموذج احمد والله حقيقي حقيقي. نتمنى ان شاء الله باذن الله نشوف اكتر من ثابت البطل، ناس بتحب الاهلي بهذا القدر وهذا الكم ومخلصه ليه ومنتميه ليه تديله لغايه اخر لحظه في حياتها. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا بصوتك ونتمنى تشرفنا بحضورك معانا كابتن علاء ميهوب في السادسه.